العائلة طبعا كل شيء، العائلة سند، العائلة everything. ما أقدر أسوي أي شيء مميز إذا ما وراي سند عائلة تدعمني emotionally، تدعمني من كل النواحي. فدفنت لي العائلة هي كل شيء، والعائلة أهم شيء، وإحنا نسوي كل شيء أصلا للعائلة. لاني انا اصغر وحده، فيوم اقعد مع اخواتي احس بال 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 بالراحه والطمانينه، حولهم احس بامان. لا، التحدي وايد مهم طبعا. اذا الواحد ما في تحدي في العمل، ولا ما في تحدي في الشغله، ما راح يبدع. لازم يكون في تحديات في عمله. احب اتحدى نفسي احيانا، I push myself، يعني I try to push myself beyond the limits to test my limits. أظن يمكن اللي ما يعرفوني يفكرون إن أنا مرأة حديدية، لكن اللي يعرفني زين يعرف إن أنا مش مرأة حديدية. خطتي في 2021 إن أسوي البراند سارة تميمي sustainable 100%. من خططنا digital transformation، من خططنا تكملة التوسع في الإمارات، ان ندخل سوق السعوديه باذن الله، وان احنا نكمل الاكاديميه. احنا عندنا اكاديميه كانت مختصه فقط لصالونات بداشينج، والحين بنفتحها لكافه الصالونات وكافه التالنت. مهم جدا ان كل واحد يكون عارف في شخصيته شو نقاط القوه وشو نقاط الضعف. نقاط القوه هاي انا مجالي، فانا مثلا اذا دانا ماسكه الماركتينج هذا مجالها، فهي طبعا تشاورنا ونتكلم ونجتمع ونقول وهذا، وبتاخذ اراينا وكذا كذا. بالنهايه شي هاز ذا لاست كول. نفس الشيء بدو مثلا فاينانس، فهي مسؤوله عن امور متعلقه بالفاينانس، فاحنا نشاورها واحنا وهاي، وممكن بالعكس نشد وهذا، وانا احب اصرف بدون ما تحضر. فيعني يصير مني مثلا النقاش ولين ما نوصل للفاينل، وبعدين الكلمة الأخيرة للشخص المتخصص. أكثر واحدة تبذر وتبى تصرف على الشركة نور. دائما لازم أذكرها إن لحظة خلنا نقيس الأمور نشوف يعني يسوى ما يسوى، بس هي ما شاء الله عليها عندها نظرة مستقبلية، تعرف إن هالشيء هذا هو اللي يشتغل صح، يعني هذا اللي تبى تصرف عليه هو اللي بيبني عائد في المستقبل. بس أنا دائما أقول لحظة، صبر لحظة، ابى اشوف شو العائد، شو بيستوي. اوكي من بوكيه، خلنا احسب ارقامي. نصيحتي حق دانا ان تختبر نفسها في الالوان اكثر، ولان بصراحه الالوان وايد حلوه عليها. انا ونور نحب نفس الستايل ونحب نفس الاشياء في الثياب وعالم الموضه. اوكي بدور، انا بقول انه يمكن انت ما تحبين تغير وايد، فيمكن تجربي اشياء ثانيه شوي. كل واحده فينا وايد غير، كل واحده فينا لها شخصيتها، ومو بسهل اني انا اغير دوري مع واحده فيهم. انا احاول اني ما اقول كلمه لا، وانا دائما افكر بالاوبورتونيتيز، افكر اكسبلور الافكار اللي تجيني، ويوم اوصل لطريق مسدود ساعتها اقول لا. طبعا اقول لا لاي شيء ان اثيكال، اقول لا لاي شيء يضر المصلحه العامه، يضر مصلحه الشركه او يضرني. على طول بنبتدي بالاكسبانشن باسلوب اسرع جدا. معانا الحين شركه قويه، باك اب قوي، اي اتش سي، لان صار في ترانزاكشن، صار في اكوزيشن في شهر 3 باي اي اتش سي. طبعا هي شركه مدرجه في سوق ابو ظبي للاسهم، رقم 56 عالميا من ناحيه ماركت كابيتاليزيشن، ومع دعم اي اتش سي احنا بنوصل للهدف اكيد. ركزنا اكثر شيء على المراه العصريه وهي شو تحتاج، ما عندها وقت، فجمعنا كل السيرفيسز في وقت واحد على اساس انها تخلص كل شيء وتطلع على طول. Let's say يعني بين العمر من 18 لين ممكن للاربعينات، ان البنات تكون يعني متطوره، تكون تهتم في شغلها. بداشنج الواننا ابيض اسود، شوي دخلنا البينك، احيانا دخل البيتش كولرز، ان they are bold colors، لان بداشنج customer is bold. She's strong, she's confident.
اختار المجال اللي انا احبه، اللي انا استمتع فيه، ان انا اقضي ساعات وساعات وايام ما احس، لان هذا المجال اذا انا سويت فيه عمل واريده ينجح لازم اتاكد اني انا 10 سنين على الاقل ما بمل. هالسنة احس ان اني اتعلم ان اخلي وقت لنفسي لعائلتي وناخذ جي بريك من فترة لفترة، لأن بصراحة هالبريك هذا يعطيك مثل الطاقة حق انك تكملين. سندي دائما أهلي، وأكيد أمي وأبوي وزوجي، أخواتي وقفوا معاي، يعني they believed in me 100%. يعني ما أعرف، من أنا صغيرة هم يحسون إن يعني سارة موضة، الاثنين مع بعض.